الله معكم. اليوم عم بقرا عن كذبة أول نيسان، حبيت إنه شارك هالموضوع معكم. بعرف إنه كثير بيهتموا بيعملوا مقالب أصحابهم بيكذبوا بواحد نيسان. بداية بدي أقول لكم إنه أكيد الكذب مش حلو ومش منيح، ما لازم نكون أبدا عم نحكي بكذب ولو على صعيد المزح، فالكذب مكروه. بدي أخبر بس شو قصة أول نيسان. لكل أوقات هيك بيسأل بس يصير أول نيسان إنه منقش الخبرية. بالحقيقة هي بالقرون الوسطى أكثر شيء صار ضجة على هالخبرية، لأنه في كثير من شعوب أوروبا وشعوب الشرق بعيدوا عيد رأس السنة بواحد نيسان. بتبلش الاحتفالات من 25 أدار، بتخلص بداية السنة الجديدة بواحد نيسان، لحد ما أجا قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر، واللي صار مشهور بالتقويم الجريجوريو. الجريجوريوس مشهور، الدنيا بتقول انه هذا تقويم جريجوري. مشان هيك بطل راس السنه باول نيسان، بلش شوي شوي الشعوب تتاقلم وصير بواحد كانون ثاني عيد الميلاد 25 وواحد كانون ثاني عيد راس السنه. انما ضلوا بعض الشعوب وبعض الاشخاص يعيدوا بواحد نيسان، فيصيروا رفقاتهم يعملوا فيه مزح، يبعثوا لهم هدايا فاضيه واشياء هيك مزح انه عم بتعيدوا بهذا التاريخ اللي هو مش مزبوط، وكملت احتفال صار كذبة. انما بدي اقول انا في قصة كتير حلوة اطلقها احد الاساتذة بجامعة بوسطن، اللي هي بتقول القصة انه بترجع اصول مش للقرون الوسطى، للقرن الرابع ايام الملك قسطنطين. كان عنده مهرج كتير يحبه، فهالمهرج يا جلالة الملك تعطينا الامان. قال له شو بدك، هو عم بنكت والحاشي موجودة. قال له أنا إذا حكمت بحكم أحسن منك. قال له ملك ها. قال له بتعطيني يوم أحكم فيه؟ قال له إيه. أمتين بكرة أول نيسان، بتعطيني بكرة إنه أنا أكون الملك؟ قال له قسطنطين بعطيك يلا بكرة. عزموا هالحشة كلها وإجوا الوزراء وبعض الناس المهمين بالشعب. فبس إجا تيقعد المهرج على الكرسي، قال له قسطنطين شو صدقت؟ إنه أنا بقول لك شغلة هيدي كذبة يا ابني قوم. قعد على العرش، أنت بتسمح لي أقول شغلة لكن؟ قال له شو؟ قال له لكن نحن بواحد نيسان اليوم، إذا أنا بحكم لو عن كذب يا مولانا بقول لك شغلة وحدة. قال له شو بتحكم؟ قال له كل الناس تصير تنبسط بحالها وتهرج وتكذب هيدا النهار، الفقير يعمل حاله أمير شو فيها؟ والفقير يعمل حاله إنه هو مليونير، خلي كل الناس بهيدا النهار تفرح. قال له قسطنطين خلص خليهم يفرحوا بس ما يأذوا بعضهم بالكذب. وبلشت من وقتها تشيع القصص إنه بواحد نيسان بنقدر نكذب على بعضنا، وإجي لواحد قال له صار هالشيء وصار هالشيء. إنما أخوتي الامر اللي بهيك بيزعلنا انه رجع هذا الاستاذ بعد اسبوعين كذب وقال انا كنت عم بكذب بواحد نيسان، القصه مش هيك انا اخترعت هيدي القصه. انا بدي اقول شغله كثير مهمه، اذا كان هذا الاستاذ كذب بهيدا اليوم وقالنا هيدي القصه الجميله، بيسوى تكون حقيقيه بيسوى تكون كذبه، يمكن هو احتفظ بالقصه الحقيقيه لنفسه. ان كانت كذبه او حقيقيه، ان كان واحد نيسان كان راس السنه وانقلب لواحد كانون ثاني عم نكذب بواحد نيسان، انا برايي بكي بواحد نيسان بنخليها فرصه لنقول الحقيقه ولنخبر الناس عن حقيقه مشاعرنا تجاههم، ويكون هذا يوم حقيقي نقول للناس عن حقيقه مشاعرنا اللي ما بتجرح، مش لازم تكون بتجرح، وجربوا انه ما نكذب، الكذب بالنهايه بيأذي والكذب مأذي خاصه للمشاعر. انا بدعيكم بواحد نيسان انه ما نكون كذابين ولا يوم بالسنه نكون كذابين، ينعاد عليكم واحد نيسان وتضلوا بخير، وجربوا قولوا الحقيقه كل عيد بخير.